رجعت التحديات وطلع الشنبات ورجعنا نعدل الميزان. اشتركوا بالقناة واستمتعوا بالمشاهدة. يا وما زلنا مستمرين في جلسة التحديات المريخية. تحدي الساعة الجزء الثاني مع أبو الجماجم، مع أبو الورود، مع الأسطورة أحمد، بناء على أرقام المتابعين. وتحدينا هو تحدي السرعة، رح يكون في عنا 5 جولات والخاسر رح يكون في انتظاره كف الكريمة. انتظروا وشوفوا معنا الفيديو من اول لاخير حتى تعرفوا مين رح يتعاقب اكثر شيء. وقلنا نبدا التحدي يا ابطال، بنطلب منكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتفتحوا الفيديو باللايكات. ليتس جو. هذا الحكم شو كف الكريمه؟ الحمد لله الحمد لله. جاهزين؟ جاهزين. متحمسين؟ متحمسين. شوي أبطال على الجزء الصفرة طلعان ستايل. يلا يلا بابا خلينا نبلش. جابوا حالكم. 1 2 3 يلا يا أبطال يا متابعين أبو الجماجم، مين تتوقع يفوز؟ مين تتوقع يفوز؟ يلا بابا يلا بابا فوز. نخلص تقريبا 2 بابا. هذا ساعة كل شيء. طيب نستوب نستوب. يلا هلا الخاسر معنا أبو الورود. جاهز لك أبو الكريمة؟ يلا تعال حضنا أبوك وأمك. 1 2 3 واحد اثنان ثلاثة. يا سلام يلا بابا يلا يلا. حطيت فيها عقود. ما شاء الله لا تطلع. اتوقع المره راح يفوز. ليش ما شاء الله. يلا 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 يا بابا يلا بابا يلا بابا. ماي 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 مغر عندي ماي 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 ماي. طبعا يا ابطال يا ابطال مين تتوقع يفوز؟ انا اتوقع بابا. شو شو ما شاء الله. هاي أول مرة بخبط كف الكريمة والله بحياتي. يلا يلا لي بابا يلا يلا لي بابا يلا. مين تيفوز؟ يلا مين تيفوز؟ الله الله اكتبوا التعليقات مين بعد الجو الثاني. الله أبطال نحن عم نزلنا الساعة 12 بالليل، بكرة تقولوا لنا مفطرين. الله يسامحكم. اكيد انا 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 بابا. بس بابا الاسطورة احمد عيفوز. لح 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 يلا بابا يلا بابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 لا. ايه ايه بتأخر بابا. كل شيء كمش 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 مو وحدي وحدي كمش مزوق وعموس وكل بدي اياك تفوز. يلا يلا كتبونا بالتعليقات مين بدي يفوز. تحدي حماسي. تعال حضن ابنك. تعلموا. يلا جينا جينا ابا. يلا غش طيب غش جيد.
واحد اثنين ما شاء الله. يلا يلا ليس يلا ليس فوز فوز يلا ليس. طبعا يا ابطال مين تتوقع يفوز بالتعليقات؟ انا اتوقع هالمره ليس لان ليس بحب كثير بعرف انه انا امن. يلا بابا يلا بابا يلا بابا بدي اياك تاخذ صخره هيك بالمرحله. ايه ايه يا بابا انا اصلا بدي افوز. كف الكريمة بالمرصاد. ايه عم تساوي انت؟ منه والله منه وربي منه وربي منه الجدع. انا عم ببلع عم بلع ما اكل على غفلة. انا عم ببلع مثل حبايب الدواء. لك لا والله غش والله غش ما برضى جاب من عنده خوف تنتين ما بطل ما بطل ما بطل تنتين غش غش والله غش والله العظيم غش لا ما بطل لا ما برضى ايش عم شيك زعدي هيك ايه 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 خلاص ايه رجع اللي عنده لا تنتين تنتين انا اعطيت لك ايش جاي؟ غشاش اعطيت اعطيت لك تنتين عندك لون خذ هي حطيت لك هي والله وين ما صفش بيك بوبي حط حط علم هي شو هي دي التلورات؟ ما برضى والله ما هذا ما لا بابا لا لا بابا لا اي لا انت بابا مين هذا انت هو هذا هيك مشدوده والله ما انا زتيتها انت وتكمل مشاهده لا لا نص لك مصري لا ما بصير ممنوع ما عاد ما عاد طيب مين الفايز؟ والله من الغش وانا شفتهم هيدو بس معلش كتبوا لنا بالتعليقات مين الغشاش وانا راح اتوقع بتعرف يلا هم يا حرام يا مسكين غش عن جد غش يا مسكين يا مسكين هيك واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة بعيني. شوفوا يا ابطال والله العظيم هذا التحدي صار فيه غش. انا كنت متبع سياسه البلع عم بشرب متحبايات الدواء. في مشكله اذا في مشكله اكتبوا لي بالتعليقات. هن ما عم بفهموا شلون عم روح الحبايات الحبات في شو عم روح الحبايات عم ببلع عم بلع مي وبلع مي وبلع مشيو. اي الجوله الاخيره 1 2 3 جو. لا تعرفني بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش بلع اول واحدة ما شاء الله؟ ما حدا. ايه انصدمت منك اول مرة بلع هيك ما شاء الله ما شاء الله. او ماي جاد انا اكيد اكيد هيدا يفوز. لا لا ابو ضايع ابو البرودة ابو البرودة مو حي الله. شجوا اسطوره احمد اسطوره احمد شجوا بابا شجوا لي شجوا لي ما فوز مصاب مصاب تروح يا ابطال كربوج تي في اي انا انا جد العظيم صحيح يلا تعال حضني ابو تعال حضني ابو شيء يلا رجعنا يلا على الخاب يلا يلا على الخاب يلا واحد اثنين تعال 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 يلا واحد اثنين ثلاثة
الاب الاب من ابوه الاب عم بيرقد من ابنه رقد لا يا ابطاك انا مش بكون خصوصا على اليوم ان شاء الله بنشوفكم حلقات قادمه وانتظرونا لا تنسونا الاشتراك واللايك والسلام عليكم باي طب بدل مفاجاه اول تصوير هذا دلع عليه مالك لك شباب بيني بقول ما متك هلا حساس خلصتوا شايفينهم؟ يلا السلام عليكم